كشافة كشافة في كشافة استعداد طاعة حفظ للعهد كشافة كشافة في كشافة معلومات وثقافة للهمة وعد كشافة مهارات كشفية جديدة يتعلمها الكشافة من القائد. عندما أتينا في المسير أحد الكشافة تعب أصابه العياء لأنه كان مريضا في ليلة سابقة في هذه الحالة ينبغي علينا أن نساعد بعضنا البعض فالكشافة تعاون أليس كذلك؟ ينبغي علينا صنع كرسي أيدي كرسي من الأيدي متساعد اليسار أضع أمسك يدي في الساعد واليد الثانية في ساعد زميلي ننثني إلى أيوة اجلس ريح نفسك حط ايديك فوق ظهرنا أيوة ونسير في هذا الشبل نقوم الآن بصناعة الكرسي الثلاثي يعني يشترك فيه ثلاث أشبال لماذا؟ ما الفرق بين الكرسي الثنائي والكرسي الثلاثي؟ عندما يكون رامي نعم الشبل اللي بدنا نحمله وزنه أتقل ما قدرنا عجزنا عن شيله في الكرسي الثنائي نصنع كرسي ثلاثي مد ساعد يدك اليسرى مد كل واحد يمد ضع يدك اليمنى أمسك بيدك اليمنى الساعد اليسرى وحاول تشبك مع صاحبك أيوة أمسك بقوة ريحوا نفسكم يلا أيوة انسيني أيوة امشوا فيه امشوا سوف نقوم بتعلم مهارة جديدة من مهارات الكشافة هذه المهارة هي مهارة استغاثة طلب النجدة كل واحد فينا باعتماد على إشارات صافرات المورس هناك الحروف الأبجدية كلها عملوها بصافرات إما صفرة صغيرة نقطة أو طويلة شحطة عملوا كل الأحرف الأبجدية فيك تعمل مخابرة ومكالمة وتتكلم مع صاحبك بأي شيء إنما هناك مصطلح طلب النجدة نحن الآن سوف نختصر مصطلح طلب النجدة عبارة عن ثلاث نقاط ثلاث شحطات وثلاث نقاط أيوة ثلاث نقاط يعني باللغة الإنجليزية طبعا هذا مصطلح بالإنجليزي ثلاث نقاط يعني S ثلاث شحطات يعني O ثلاث نقاط يعني S SOS يعني إشارة طلب النجدة هذا مصطلح عالمي في كل بلاد العالم يعرفه كل كشافة العالم تعالوا نطبق هذا المصطلح بعدين فيك لو ما كان عندك صافرة تستخدم أنت يدك عشان تعمل صافرة باليد خلينا نشوف أول شيء على الصافرة صافرة يجب أن تكون صاحبة الكشاف أينما حل وأينما ارتحل اسمعوا نعيدة فينا إذا ما معنا صافرة نعملها بصافرة الكشاف هل تستطيع يا رامي؟ رامي شبل مخضرم يلا الصافرة ينبغي تكون أقصر النقطة أصغر اسمعوا ابدأ مين يستطيع؟ رامي مرة أخرى ممتاز ممتاز كل ما كان صوت الصافرة أقوى كل ما وصلت لمسافة أبعد وما كل ما أديت مفعولة هذه صافرة الكشافة عيدها كم نقطة وكم شحطة وكم نقطة؟ ثلاث ثلاث نقاط أيوة وكم شحطة؟ وثلاث شحطات؟
وثلاث نقط. عيدهم يا ياسر. ثلاث نقاط. أيوة. ثلاثة شحطات. أيوة. ثلاث نقاط. جيد، أحسنت. عيدهم. ثلاث نقاط، ثلاث شحطات. أيوة. ثلاث نقاط. أحسنت. كشافة كشافة في كشافة استعداد طاعة حفظ للعهد. كشافة كشافة في كشافة.